ليش كنت بالبنك مقبور على بكير؟ والله خفيت وما حسيت. ليش ما فيتني؟ الخدعة حالي اجت على ايدها ورجلها. احسن ما تمسى بها الخلقة. طلع من البيت ما في. بدك تضلي محبوسة هون مثل الكلبة. والله اختنقت. رجع بالي اتنفس. بقواك يا زلمة الشيطان. انت قلت قلت انا استاجرت هاي الدكان عاملها قريب من دكانته. يا ويلي يا وائل مقواك. شوف يا اخوي، بكره راح اخذ كل الاغراض كلها راح اخذها وشو رايك يعني احنا نسوي مثل اكابر نعمل افتتاح، شو رايك؟ ايه لا بك. الله عليك يا وائل طحلان. سلم يا اخوي سلم. الله يسلمك. يرزقنا ولا طالما انت عم تقمع طعب رزق العالم هيك. طولي لساني. لك هيديك المرة كنت بدي اسألك، هالمرة رح اشويك. لا 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 لا. ما زالت مثل البس. ليش بتكبرين على هيك؟ ها؟ بكره بتنقلي يا عبيت اهلك. لا وائل، غيرك بوس ايدك كل اي شيء اي شيء، بس ما تخليني اروح لعند اهلي. الله يوفقك. والله ما بدي اروح لعندهم. انا مستعده اكون خدامه تحت رجلك، بس لا تبعتني لعندهم. الله يوفقك. الله يخليك. شو ما بدك بعمل بس لا تبعتني لعندهم. ليلى ليلى تعالي اسمعي اخر الاخبار. خير؟ ولد صار في عنا دكان والافتتاح الساعه 5. الف الف مبروك حبيبتي. شو رأي خلي ابو احمد يحكي مع وائل مشانك؟ الهام برا جوا ما عاد تفرق معي. هيك هيك محبوسة. قومي قبل حطي أكلي. من بكرة فيها تطلعي برا البيت. شو بكير؟ ما في شيء. مبروك على الفراش، ترى هذا كله بفضلي. ها مالي عارفانة كيف بدي اتشكرك اخي ابو احمد. اقعدي اقعدي شبيبتك، تعالي تعالي اقعدي.
فضلك هاد ما رح انسى طول حياتي لعنها. ولي شحال تشكريني؟ قبل ما تشكريني روحي جيبي ولد لجوزك. الرجال ما يكن الا لما تجيبينه الولد. لتكوني ما بتجيبيني ولاد. لا لا يو شو هالحكي؟ جوزك؟ جوزي؟ لا جوزي ما شاء الله عليه. دخيلك يا الهام ما تحكي سيرة قدام حدا، والله بيفكرني انه انا اللي قلت لك، وقتها بيقتلني مو بس بيحبسني. خاطرك شوال ابو احمد هاد طلع شي خروب المرة دغري سميت محله. سألتني كمان انه ليش هلا ما جبنا اولاد؟ قلت لها انه انا السبب وانه لازم اتعالج. يعني عرفاني انك ما بتجيب اولاد. خليني اتعالج، والله ناطف قلبي على ولاد. لك مو شايفة حالك شلون طالعة في المهرج؟ بعرفي طلع الولد مش على امه. لا والاحلين تجيبي لي بنت بتشبه هيك ساعتها هي مين دون بلا فيها؟ لا اكيد رح يطلعوا بيشبهوك. لا تاكل هم. والله بتعرفي عشرتك لالهام عم بتفيدك، صرتي تعرفي تحكي كلمتين بتعلم الناس. خلينا نسكت هالعالم، اكيد عم يحكوا علينا. والله انا صاخ سليم، شوف العفو منين بقى. طيب خلينا نجرب طفل الانابيب، ما حدا رح يعرف. ورصاص انا بدي اجيب اولاد انابيب شي حلو والله. اشوف السعاده تنط من بين عيونك. احكي ايش يعني حرام انبسط لي شوي؟ مرقت علي ايام امر من العلقه. تكوني حامل تنقبت متى ناولنا 200 ورقه بس صار حقها 200. ايه حقها 200، اذا شفت اقل جبنا معك. الله وكيلك دخنا السبع دوخات حتى لقينا هالكام وحدة مقطوعة المتة. استني شوي والله لسه ليقطعوا الهور. لك يلا احسن من غيرنا. دخيلك قبل ما انسى اعطيني كيس شمع. قبل ما اقوم الشمعة ب 15 ليرة. قولي لي ليش فرحانة؟ اخوك ابو الهوى قال لك العروس عنده بس ما يكون بدك اياه بنت مدارس. لك شو مدارس ما مدارس؟ والله غير بنت بيت نخب اول مالي مجوزه. ولك شبنا عشوشه افرتها شو بدك اياها مواصفاتها؟ سمرة شقرة طويلة قصيرة عيونها ملولة. نحن كل شيء جاهزين. اه خلصنا ابو الهوى خلصنا. عم يهتلوا على قلبه للزلمه. لك هذا خرجوا جواز هاد حشات الذكر تفريعه مره مو شايفه غير على المنشا. لك يخرب بيتك يا وائل منين بتجيبوا لهدول؟ شكرا فيك ماني مجوزه الا بنت 14. ما طبخت اليوم، رح احط لك حواضر. ليش ما طبختي يا بنت المدارس يا متعلمي؟ بتشتري طول النهار بتشكي جوزك بالاكل؟ الله وكيلك كل النهار مقضيته عم عزل، وكنت هلا عم احط وجبه غسيل، يعني ما لحقت مرق الوقت بدون ما اعرف. لك انا لو متجوز وحده مع سنتفيكا مو احسن لي؟ هي اللي بتعرف تخدمني، دير بالها علي. لك مو حمار غير بياخذ وحده متعلمي. طول بالك، افتح لك على البنطون. طول، بتبهنك على حسابي يا بنت الكل. لك 170 ليره على البنطون. هذا المخ فتحيه منيح. فتحيه.